شو أمي؟ بدك يعني اترك جوزي أبو بنتي وعم تسأليني شبكي؟ لك يا بنتي أحسن إلك وإله، جوزك صار عاجز وإنتي ما قصرتي بحقه. وما رح أقصر بعمري، بترك روحي وما بتركه، هو بحبني وأنا بحبه وعنا بنتي بتسوى الدنيا، ما رح أتركه. عم تفهمي؟ شو من شانك؟ إنتي لساتك صغيرة، جوزك صار عاجز ولك عاجز، عم تفهمي؟ وما رح يقدر يجيب أولاد مرة تانية من كل النواحي. نحن أصلاً عم نحكي لمصلحتك. مصلحتي أبقى مع جوزي، عم تفهمي أمي؟ بوس إيدك افهميني. صفية، لك يا أبي صفية. خير خير، شو في يا أبي؟ لحقي جوزك لحقي. شو بو؟ قلب الحنتور عليه، قلب على رجليه، ورجليه عم تخطر خدم الدم. يعني عليك يا قاسم. لك روح البسي هلا، روح البسي من اللحقة خلصتي. شو هالمصيبة هاي؟ شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احكي لي ابن عمي كيف صار هيك؟ لك ما بعرف، ما كنت معه أنا، ما كنت معه، هيك حلوا لي. لك يلا يا صفية. لك صفية. الحمد لله سلامتك يا روحي. عن أنو سلامة عم تحكي؟ يا ريتني متت ولا صار معي هيك. بوس إيدك ما تحكي هيك، والله وجودك جنبي وبالبيت بيسوى الدنيا وما فيها. مظبوط، رجعت على البيت بس ما عاد لي طعمة، صرت عاجز، جوزك صار عاجز. ابن عمي، ابن عمي ما تحكي هيك، بترجعك. انت عندك قلب، قلبك بعده موجود وبيحبني وبيحب بنتك هدى، بحب ابوك كمان. عمو، عمو احكي له، احكي له انه وجوده بهالبيت اغلى من الذهب عنا. بعين الله لك ابني، بعين الله، هذا ابتلاء من رب العالمين، ما فينا نقول الا ما يرضي ربنا. يا حسرتي عليك يا بنتي، يا مسكين يا قاسم، والله كان رجال وقبضاي وشغيل، بس ما بعرف شو اللي صار. شو بده يصير يعني؟ كان كان رجال ولا صار عاجز؟ ايه عاجز ورجل وحدة، يعني بده مين يخدمه؟ وبنتنا ما رح تتخلى عنه. لك مو هاد، مو هاد اللي عم تفكر فيه انا. لك عن شو قصدك يا رجال؟ قصدي قاسم ما عاد يناسبها ولا يناسبنا. شو يلي بذهنك؟ لك شو اللي بذهني؟ لك الرجال عاجز، عاجز وبرجل وحده، يعني بده مين يقومه، وبده مين يقعده، وبده مين يشربه، بده مين يطعميه، بده مين يحممه. لك بعدين بنت مو خرجة الشغلة كلها. تعرف الحادثة صار لها 4 أشهر وبنتك ما تخلت عنه؟ ما تخلت عنه؟ لك افرضي هلا معهم قرشين وخلصوا القرشين، شو بدهم يعملوا؟ ماشي بساعدهم سنة سنتين، لك وبعدين لك ام وفاء. والله أنا خطر على بالي هاد الشيء، بس قلت لحالي خليه على الله. ام وفاء، أنتِ بدك تساعديني بهذا الموضوع، بدك تحكي مع البنت من شان الطلاق. ولي طلاق؟ ايه طلاق. شو امي؟ بدك يعني اترك جوزي ابو بنتي وعم تساليني شبكي؟ لك يا بنتي احسن الك وإله، جوزك صار عاجز وانتي ما قصرتي بحقه. وما رح اقصر بعمري، بترك روحي وما بتركه، هو بحبني وانا بحبه وعنا بنتي بتسوى الدنيا، ما رح اتركه. عم تفهمي؟ شو من شانك؟ انتي لساتك صغيره، جوزك صار عاجز ولك عاجز، عم تفهمي؟ وما رح يقدر يجيب اولاد مره تانية من كل النواحي. نحن اصلا عم
افهمي امي، ببوس ايدك افهميني. والله يا رجال جن جنونة لما حكيتها بالموضوع وما ردت تسمع مني ولا حرف. ايه اصبح الحديث مو معها. لكن مع مين؟ معهن هني. لا يا رجال الله يخليك بتكفي مصيبته. لك هو بيعرف انه مصيبة، لك بيعرف انه هو مصيبة كبيرة، لك عاجز هاد، لك ما بتفهمي انت، لك ما بتفهمي شو يعني عاجز، ولك عاجز عاجز عاجز. بالله. كتير صعب وقاسي يا ابو موفق الشيء اللي عم تطلبه، خصوصي بهالظرف هاد. اسمع ابو قاسم، نحن ما اخذنا البنت من اول يوم، هي صار لها 6 شهور وعم تخدمه، لذلك البنت تتطلق وترجع لعندي على البيت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ابو قاسم البنت صبية باول عمرها وعم تتعذب، لك يا اخي افرضها بنتك شو بتعمل؟ لو كنت محلك بترك الخيار إله. لك بلا خيار بلا فحوس، البنت بدها تتطلق يعني بدها تطلق وبدها تروح عندي على البيت، فهمت ولا لا؟ انا؟ لك انا مين حكى معي؟ ضايع حرف، ما بدي اسمع منك ولا كلمة. اه مشان الله روق، خليني اعمل لك كركديه. ما بدي بطيخ. طب كرمالي يا بلك. لك انا كل همي مصلحتها، كل همي تعيش حياة مثل العالم والبشر. وانت ما قصرت معها. لك المشكلة بالدين ما بصير نخصب بنتنا على الطلاق، انا سألت الشيخ. وشو قال لك؟ قال لي روح ارفع راسك ببنتك، هي بنت اصيلة، لك شرشحها وبهدلني بهدلة مو طبيعية. يا ريتك ما قلت له، هلا بيفضحنا بالحارة. يا رجال انت لازم توقف جنب صهرك وبنتك، ولازم ما تتركهم بنوب تخلي العالم كلها تخرس وتسكت، ولازم كل يوم تروح لعندها حامل محمل. بسم الله يا رب. يا الله بعدي عني بقدر اوقف لحالي؟ كله للياس يا صفيه. بتعرفي وقتك جنبي كل هالفتره عرفت قديش انت معدنك طيب واصيل، وقديش انت وفيه وبتحبيني. لك انا مو بس بحبك، وبحب بنتنا وبحب عمي وبحب هالبيت اللي عشت فيه احلى ايام عمري معك. يمكن لو انك وافقتي تتركيني مستحيل كان يجي يوم من الايام واقدر اوقف على رجلي وروح على الشغل وطعمينك من عرق جبيني. الله يوفقك ويرزقك وينورك يا حق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين عمي أبو موفق. جاهز عمي جاهز؟ لعيونك. راح يعجبك الدكان كثير، أنت بتداوم الصباح وأنا بداوم المساء، شو رأيك؟ إذا بدك أنا بداوم الدوامين كمان. أخ حبيب قلبي، يلا عمي لا تأخر على الدوام. يلا. يلا. سلام عليكم. سلام عليكم. لا تركني تمشي لحالي عمي، ماشي لحالي. ماشي الله يقويك ويحميك. يا الله يا رب. كانوا بدهم يخلوني اتركه وانا بترك روحي ولا بتركه، ولو ضغطوا علي اكثر بجوز كنت انشبرت على هالشي. بس كيف كانت حياتي بعدين؟